السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرت ملتقى بيبان بدعوة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. طلعت من زيارتي هذه بحاجتين، شيء سلبي وشيء إيجابي. أبدأ بالإيجابي كالعادة. الإيجابي، الفكرة جبارة وخطيرة ورائعة وتوقيتها ولا أروع. واضح أن الهيئة جادة ونشيطة ومتحمسة بقيادة معالي الأستاذ غسان سليمان. طبعا هو رجل محترف وغني عن التعريف جدا، ورجل نشيط ما شاء الله، الله يوفقه وين ما كان. السلبي انه اللقاء التعريفي كان باهت جدا جدا جدا. كان في احد يستقبل الناس ويعرفهم بالمسؤولين والهيئة والفكرة؟ ابدا. جينا وجلسنا في مكان وطلعنا ما حد سألنا وش انتم. جلست اكثر من ساعة ما حد عرفنا بالفرق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، ومتى تسمى هذه صغيرة ومتى هذه تسمى كبيرة. ابدا. حظتم في خلط في الفكرة، الناس ما يعرفه انه الدعم للمشاريع ولا للشباب. بعد ساعة تقريبا مشيت ولفت نظري عرض شركة الاتصالات السعودية انها تشتري 15% من منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا شيء يشكرون عليه. باقي الشركات الراعية ما سمعت منها انا شيء يذكر، او ربما قالوا شيء لكن ما سمعته لان الصوت كان سيء جدا في القاعة. نصيحة للراغبين في تطوير مستوى شركاتهم الصغيرة والمتوسطة، تعرفوا على الهيئة وتعرفوا على ملتقى بيبان، إن شاء الله تعالى بتلقون فيه ما يسركم. أستودعكم الله، مع السلامة.